وفينك سعاد؟ وفينك سعاد باني لينا؟ وفينك سعاد عزبلتها وخبرتي؟ وفينك النويميسة؟ وفينك النويميسة زبلتها وخبرتي؟ ورينا وجهك، ورينا وجهك، لا باقي عندك شي وجه. فين خبرتي علينا في الغابرة؟ ما صابتي انت ضربك اللقوة حتى لدابا، انت زبلتي عاد ضربتك اللقوة. عباني لينا، عباني لينا، غنشوفوك واش تبي خير ولا ماشي بخير. غبرتي على هاد الغبره صافي عا زبلتي درتي غرق فيها جمل وغبرتي. ويك ويك عباد الله بغيت نغوت، ويك ويك عباد الله بغيت نغوت بصوت ميمي، وبغيت غير نغوت اخوتي راه مشي شي جبل نبقى نغوت 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 على غدايد هاد النويميسه وما دارت فينا. انا كاع الدوايات شربتهم مع سعاد، كاع الدواء ديال الطونسيو دوليبران فيتامين سي ما خليت الزنق ما خليت ما شربت مع هاد سعاد هذيك على الامراض اللي كبتني اخوتي معاها. راه طرات لي شي حاجه راه هي الله يا سعاد الله بنتي تعيتي وختمتيها شتيها حتى للفينال زعما زعما لك عادتي برافو عليك برافو عليك اودي سعاد رفعتينا راسنا للسما واش عجبك هي عا كتزبلها وكتغبر عا كدير غرق فيها جمل وكتغبر قالت لك اللقوة وباش تصالحتي مع مولي ضربك اللقوة يا سعاد واش كنتي كتكتبي ليهم سلام وقلت تكتبي السريعة والسريعة كترجم لك ولا كان شي واحد كترجم ليكم ولا هضرتي معاه وقلعة بالإشارة الصلح الصلح ما بقاتش فيه اللقوة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم راه هادشي اللي كان كيوقع لنا مع سعاد فخباركم في في الخاص كنت نوصيها أقسم بالله شهادة لا كنت نوصيها نقول لها سعاد ما ديريش لايف راه فمك كيخرج لك تنوصيها بحال هكا يلا كنقطع معاه بخمسة دقايق كتب لي حالة لايف اه البقا وشوفي اختي عومي ببحرك حريتك هادي تنتفك سريع ولا تنتفيها راه حنا ما تضحكوش علينا الله يرحم ليكم والدين تنازلي ليها ولا تنازل لك تقجك ولا تقجيها تشعل فيكم الطفاش بجوج لا تي لا هي خليونا حنا بصحتنا انا والمشاهدين ديالي العزاز و لكن ما قلتش ما سلمتش عليكم كاع السلام عليكم المشاهدين العزاز كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه لا نتوما لا الناس زاد عليكم اعطيوني اللايكات اخوتي على غد على هاد الفقصه اللي فيها انا وعلى هاد الغديد اللي فيه انا اليوم عا كثروا لي اللايكات باش يلا تفاجئوا عليا واحد شويه ولا كان شي سي بي تانكس اعطيوني اخوتي الا كان شي سي بي تانكس يلا طيح لنا الديبريسيون اللي انا فيه ما ربحنا معاها سوبر شات ما ربحنا معاها فلوس محسنين ربحنا معاك على الشكايه ودي السعاد والله الا السيده ضربها بصقله هي باش كتعجبك كتغبر كما قلت لكم ضربها السيده بصقله هي راه دايره غرق فيها جمل وغبرت صافي مهدد لها واحد 15 يوم قلت لك دار التنازل السريع والواعره قال واعره الواعره سالات معايا انا هي قال لك مشات حتى هي زياره عند بوكريشه ودات لي ولادو انا سمعت انا هي دخلت عند بوكريشه هي قال لك دخلت شافته بقيت كنفكر هاب وحدي والله لا عب وحدي بقيت كنفكر قبيله قلت او دابا هاد السيد دايره به شكايه ديال زين المحارم وغادا عندو تشوفو مايمكنش اولا واحد الشخص انا غنعرفو زين المحارم وغنتم غادا ليه بولادو نقدر ولادو نقدر ندوزها نقول بلادو غندي منين والكارثه قالك دار التنازل تا بكريشه باقي عندو السيناف ودار تقالك التنازل تا هو وي معرفتش راه مفجره لينا ميلف قد الخلا ميلف تغرقي فيه تي وسريعه وشنيتيكا والمفارقه تغرقوا في داك الملف عندهم عادي هما التم الاخر غادي يقول لك التنازلات تنازل شي تنازل شي وشي تنازل شي وصحاب القنوات يمشيو للحبس غدا توقعوا سعاد تخرج تقول لكم ما تهضروش في بناتي ما تهضروش في لالاكم تخيلوا تخرج سعاد تقول لكم لالاكم السريعه بعدو منا بدات عارفين السعاد راه ديرها ها انتم توقعوا شنو راه ديرها والصراحه شوفوا احسن قالب حسيت براسي هزيت اخوتي مع السعاد نكذب عليكم اليوم ما تسرطتش ليا ما نكذبش عليكم ونافقكم ولا شي حاجه انا اقسم بالله العلي العظيم الى انا مع الصلح وباغي البنات يتصالحوا ولكن ما باغيش السريعه تشمتك لان عارف هذا الشيء السريعه باغا التنازلات قال لك دارت لها التنازل غدير لها التنازلات صافي اتفقوا على التنازلات كلاو البارح شربوا ولا بغيتي تصرعي ودي يا سعاد لا بغيتي تصرعي من عندي انا صافي وتجيبي لي التمام ديال بصح هي نقشي السريعه يدي ورجليها نقشي لها يدي ورجليها تستاهل مادام غدير لها التنازل وتلاقيتي معاها وتصالحتو عا نقشي لها يدي ورجليها
ساري عليك تهز لك قبيله في ولادك في الفيديوهات. سيري انت قيتي زنوبه، الا نسميك مرا سيري قيتي زنوبه ولا هزي زنوبه، والله لا خلاتك زيتيها اخبت منا الكره اللي كتكل لك سريعة باقا ما عرفتيش، ودابا خرجتي على راسك والله الا ذبحتي راسك. شكون غتصالح مع بناتك قلتي لهم السريعه؟ لا بغاو مرحبا، ما بغاوش الله يسهل عليهم. من الاخر ما تنازلش على حقي. واش هذه صورت لك بنتك عريانه وديك غديرها تنازل؟ حرضت عليك بناتك شوهوك قدام العالم، بنتك كتقول لك العاهره والشطابه ديال الطواليط ما خلات ما قالت فيك، وندير تنازل انا السريعه؟ ها والبكا اللي بكاو معاك هاد الناس والطونسيون اللي مرضوا بيه، وما عاد جا من ما شنو جا مساكن من الامراض بسببك انت، والفلوس اللي تجمعوا بزاف ديال الحوايج لا داعي نبقاو نهضروا. حشومه، عيب عيب. انسان على الاقل على الاقل احتراما للمتتبع، احتراما للمتتبع اللي متبع معاك هاد ميلف من الاول وكيبكيو. انا خرج نقول عادي وخا شوفي كنت تي لايف على زيزونا، شفت ديك وحالتي لايف زيزونا وكتبين لها في ورقه انا راني كنوجد لكم واحد القنبوله، خذوا دو لي بران وخذوا هادي وهادي وديروا مخينزه وما تخدموش داك النهار باش تكونوا مستعدين لهاد الصدمه. كون عكستينا في المنتدى سعاد درتيها في المنتدى، وجدوا راسكم راني غادي نقرصكم، راه الناموسه غتقرصكم، ولا وجدوا راسكم راه كنوجد لكم واحد الفاجعه، انا اللي غنتنازل السريعه. شي وحدين قبل جاو عندي في التعاليق قالك لا علاش ما بغيتيش تصالح مع السريعه، وانا شوفو تعرفوا ولا ما تعرفوا الشغل وما داك غير ما يكونش الاستحمار، ما نبغيش يكون الاستحمار. انا لحد الان راه باقي كندير حسن النيه، لحد الان باقي داير حسن النيه، وراك لا اقسم بالله العلي العظيم ونشم كاين ريحه الاستحمار، ولا نتاكد ان كاين الاستحمار في هذا الشيء. اي تنقول لكم اخوتي العزاز، اي تنقولها لكم حلت لكم بالله ونشم ان كاين استحمار، ولا كيضحكوا على المتابعين حتى اول واحد غيفرشم هو انا، كلنا العائله. من الاخر انا ما بغيتش يكون استحمار. سعاد عانات، كيفاش غنتنازل الزوج ديالي وانا متابعه بزنا المحارم؟ كيفاش هاد القضيه؟ انا نتنازل معاه ونتصالح معاه وزنا المحارم، شرحوا لنا هاد القضيه. بغيتكم تشرحوا لي، ضروري خاصك تخرجوا توضحوا للمتابعين هادشي. كيفاش انت دايره بشي كيغا تنازلي السريعه وتنازلتي لي هو وديت؟ شوف شي حاجه مراكباش، شي حاجه مراكباش اخوتي. غنتسناو الخرجه ديال سعاد، غنتسناو الخرجه ديال سعاد اش غدير. خرجي شوفي حيدي اللقوه وخرجي، والله حيدي اللقوه. شوفي ديري صبوره، ديري صبوره وكتبي لينا بحال حنا في القيسم، ديري لايف حق وكتبي لينا. المهم شرحي هادشي ضروري خرجي، مي حتى حيه ضروري غتخرجي. وبغيتي تخبطي في وجهك في الطوموبيل، ها بغيت حقي بغيت حقي، اه مهمتي وداروا ليا، اه مهمتي وفعلوا ليا، وانا خارج موراك، اه السريعه المجرمه، اه السريعه المتبعين ساكن تما يعايروا فيها. لا حق سعاد ختمتيها، والله الا خسرتيها سعاد، خسرتي فلوسك، خسرتي صحتك. انا عرفت جهه تقاد لك، ولكن ما ديرش بهذه الطريقه. بحال قدرت بحال خويتي بينا، غدرتينا نكذب عليك غداتي راسك اكثر، ولكن خويتي بينا حنا فهمتي، ما بحال ما عبرتيناش بحال. المهم بزاف ديال الحوايج ما لا داعي نبقى نحكر على هاد الحيتيات. المهم هو الا خرجت لك، الا درتي شوفي دير السريعه تنازل وتخرج السريعه مع الاخرى تعايرك وتخرجي تبكي، ما تلقايتش شي واحد جنبك، راه غنشتفو تاع القنوات اللي غيدافعوا عليك ديك الساعه. ماذا بغات تنزلي لها دابا اللي صافي توصلت الملف للنهايه غتسمحي لها مره اخرى؟ ما تخرجيش تبكي، ما عندكش حق تبكي، ما عندكش حق تخرجي مره اخرى تبكي على المغاربه، لان المغاربه اللي فيهم يكفيهم، بارك عليهم من الهم، بارك عليهم من الطاقه السلبيه، عياو مرضوا كل مره كيتفاجئوا. الناس متعاطين معاك كل مره كيتفاجئوا، الناس كيتصلوا بيا قايه مرضنا، الناس راه ما عارفاش شنو واقع في البشر، الناس راه مرضوا بسببك، الناس راه مساكره لا اله الا الله محمد رسول الله. وسختوا الصوره ديال الاسر المغربيه وهادشي ديال العقوق وزنا المحارم والويل لك حل، في الاخر نقلبوا تنازلات. اذا هادشي فيلم، ايوا شرحوا خاصكم ضروري تشرحوا الناس هادشي اللي كديروا. انا لكن اش نقول لكم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، دايم نديروا من شكايات انا التنازلات. راسي الله يا السريعه، والله الا السريعه ذكيه، والله حتى السريعه ذكيه، اللي بغاني بغيني واللي كرهني كرهني،
سريعه ذكيه مطوره، كتعرف شنو كدير، قريه تحرميات ماشي بحال تسعد عهبيله عانيه وغاده ومقدمه والله اعلم شنو هي ولا نادينيه. تحياتي لكم اخوتي.